امبارح تم إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القافلة بتتضمن ما يقرب من 199 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وكميات ضخمة من المواد الغذائية. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من هذا الحدث الكبير وإطلاق القافلة المساعدات الكبيرة التي أطلقها صندوق تحيا مصر بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الذي أعطى إشارة البدء في انطلاق هذه القوافل لتتوجه إلى معبر رفح لدخولها لقطاع غزة لتقديم كل المساعدات الإنسانية المختلفة لأهالي قطاع غزة هناك. هذه القافلة هي القافلة الأكبر التي تنطلق ضمن عدد كبير من القوافل. هذه القافلة تحتوي على 197 شاحنة، نتحدث عن سيارتين إسعاف أيضا، فبالتالي يصبح إجمالي المساعدات 199 شاحنة بها أكثر من 2500 طن من المساعدات المختلفة. نتحدث عن مواد غذائية، نتحدث عن مواد طبية، نتحدث أيضا عن مياه الشرب، ونتحدث عن الأسرة والأجهزة الطبية المختلفة والمستلزمات الطبية وأيضا الأدوية المختلفة التي يعني أهالي غزة هم بحاجة إليها. ونتحدث أيضا عن 73 ألف بطانية و11 و500 مرتبة، وأيضا نتحدث عن عدد من الكراسي المتحركة. رئيس مجلس الوزراء كان له يعني بعض الرسائل الأهم، أن هذا هو الرد الفعل الطبيعي والتلقائي من مصر وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الثابت للإخوة الفلسطينيين، وأيضا أن هذه المساعدات ستستمر على مدار اليوم وعلى مدار الساعة ولن تكون هذه القافلة الأخيرة، بل سيكون هناك عدد من القوافل الأخرى خلال الأيام القادمة. وأكد على أن أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي غزة هي من مصر، فبالتالي يتحدث عن دور كبير لهذه القوافل، وأيضا ستستمر هذه القوافل خلال الفترة القادمة. وأكد على دعم القيادة السياسية وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم كل أوجه الدعم المختلفة للأشقاء في غزة. ستنطلق هذه القوافل لقطاع غزة إلى معبر رفح لتنضم إلى المساعدات والشاحنات هناك يعني يتم إدخالها للقطاع وتقديم كل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة. ونتحدث عن عدد كبير من المتطوعين وأيضا المؤسسات المجتمع المدني الذين شاركوا في هذه القافلة، ووجه بالطبع السيد رئيس مجلس الوزراء الشكر لهم. فبالتأكيد جهود إنسانية كبيرة تقدمها مصر للأشقاء في قطاع غزة، وستستمر هذه الجهود خلال الفترة القادمة. كل الشكر للزميل محمود جميل.